البرنامج لو كونسيبت ديال البرنامج بحال كتعامل مع مسرحيه مع قصه خاصك دير لها واحد التحليل ضروري ضروري باش كتلقى الفكره لان تقدر تكون غير كلمه وحده كلمه في هذاك لو كونسيبت هي اللي كدير لك داك لو ديكليك pour commencer une fois on commence ça ça commence à venir كون كونسيبت يكون بلاطو هو ديك اللمسه الارتستيك فهمتي وقد ما عطيتي بحال قد ما عطيتي الخدمه قد ما هو تفرح وتبدع راه هو المخرج راه ماشي حيت حنايا حيت حنا نو سون با دي سويتشر اللي غتجي غتعطيني وغنبقى نسويتشي في الميلونجور ديالي اكيد هي تجربه اضافيه جديده فمن بعد حوالي 24 سنه من العمل في قسم الاخبار بالاكراهات ديالو بالايقاع ديالو بالتميز ديال هذا العمل غنخوض واحد التجربه اللي نوعا ما مختلفه على الاخبار اول حاجه هو خصني نخلق فضاءات لان كان في الضروريات باش نخلقوا هذه الحله الجديده هو اننا نعطيهم امكانيه التحرك يتحركوا في البلاطو بواحد ليزونس انكرويام ما نحسوش بهم بانهم مقيدين يعني في موقفات ولا في موقف الكرونيكور يا توجور ان جولي باغون ديغيغ لوي تري ريش اي كي ريبون توجور لو كونسيبت ديال الصباحيات مره الصباحيه تتخرج وتتخرج وتدير غادي ماشي سون با دي روبورتاج مي خرجنا لعند المواطن باش هو يختار لي سوجي اللي بغى يسول بهم الاستاذ معتوق كيطرح اسئله ومن خلال الاسئله ديالو حنا غنختاروا الطاقم ديال التحرير ديال الصباحيات غنختاروا لي سوجي والمواطن هو اللي سول انا هذا كنعتبره تحدي كنرفعو غادي نحاول ان شاء الله نفي عليه واحد اللمسه غادي نحاول نخرج بعدا من داك نحيد داك اللباس ديال الاخبار بشويه بشويه دقه دقه ومن بعد ان شاء الله احنا عندنا واحد التصور جديد روبورتاجات اكثر مقاربه جديده لتناول المواضيع اللي كتهم الاسره المغربيه اللي كتعكس هذا التنوع اللي عندنا في المغرب بدينا في رمضان لان رمضان شهر عظيم ثانيا ما نساوش الزي الاصيل المغربي هو اللي غنعتمدوا عليه في الديفيلي وحنا تنتعرضوا تنعرضوا غنحاولوا لا طابل كيفاش كاد الدريساج ديال لا طابل هذه بدايه بحله جديده اما صباحيات راه 10 سنين وهي كاينه ونتمنوا نكونوا توفقنا واحد شويه لان ما بعد رمضان هو اللي غيكون الجديد خلقت بحال فضاءات صغيورين الوغ الفضاء الاول هو عباره عن صالون مغربي افيك اون اسيس باس بور كري داك لو كوين كوزي انتيم ديال لا فامي انا ما نساوش صباحيات هو برنامج الاسره بامتياز